السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم عندي. وهذه قراءه لعزيزي برج الدلو الشمسي والقمر والطالع والزهره كذلك. ولا تنسوا انها قراءات معممه وقراءات للنساء والرجال، وقد تنطبق على البعض منكم جزئيا، على البعض الاخر كليا، وعلى البعض الاخر لن تنطبق نهائيا. لكن اكيد اكيد ان هناك اما اشاره او علامه او كلمه او صوره او اجابه لسؤالكم. ولا تنسوا استشاره ابراجكم الاخرى اذا كنتم تعرفونها، يعني برجكم القمري والطالع والزهره والكواكب الاخرى. وكل ما تبقى لي ان اقوله هو اني اتمنى لكم حظ سعيد، حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب. كنتمنى لكم قراءة زوينة، قراءة جميلة مثلكم، قراءة متفائلة وإيجابية إن شاء الله يا ربي الحبيب. وإذا لم تكن إيجابية فأنا سأبحث عن الإيجابية أينما كانت، لأني سأجدها. وهكذا يجب أن تكونوا أنتم كذلك، دائما يجب أن تكونوا إيجابيين ودائما نشكر الله مهما كانت يعني وضعيتنا، يجب أن نشكر الله ونكون أقوياء إذا كنا في مراحل صعبة لكي نقوم من الرمال ونواصل طريقنا. واخا لا يجب أن نغرق في التشاؤم وفي السلبيات مهما كانت الوضعية، لأن الشمس تشرق كل يوم، كل صباح الشمس تسعدنا بنورها لنتعلم من الطبيعة، لنتعلم من الإشارات السماوية. بسم الله، كنت من لكم حظ سعيد، حظ سعيد، حظ سعيد يا رب الحبيب. آمين يا رب العالمين، سيكون حظك سعيد. نعم عزيزي برج الدلو، مالك يا حبيبي؟ وقل لي مالك. مالك يا حبيبي برج الدلو؟ عزيزي برج الدلو، أراك ربما لديك سر أو شيء جميل تخفيه في قلبك، وهذا الشيء يسبب لك معاناة، لكن حبيبي المعاناة ستنتهي. لماذا؟ لأن إما أنت أو الحبيب ستختارون الاختيار المناسب لكم. واخا هذا الحبيب يفكر، هذا الحبيب يشتاق إليك، هذا الحبيب كذلك يريدك بجانبه. واخا واصل، جميل. أبواب الخير والرزق أمامك وتفتح لك. الله، كارت القوة. أنت تفكر كثيرا عزيزي برج الدلو، تفكر والحبيب كذلك. أرى أن طاقتكما متشابهة، الحبيب يعيش حزين هنا وأنت تعيش حزين هناك، ربما هناك طرف آخر، ربما هذه المعاناة قد تكون توأم الروح والشعلة، لا أدري، لنواصل القراءة. لكن هنا أرى تفكير مستمر، يحلم بك، يفكر بك، لا ينساك، أنت أجمل شيء رآه في حياته. ومن جديد الأحلام، يبني معك أحلام جميلة، هذا الحبيب يريد أن يعيش معك، لأن الكارت تتكرر، نفس الكارت، يعني التفكير المستمر، وحتى أنه يحلم بك وأنت كذلك عزيزي تحلم به، تحلم. هذا الله، هذا الحبيب، ما هذا؟ هنا واحد الشغف كبير، هذا شغف كبير وكبير وقوي، قوي 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 بزاف، لأني تتكرر لدينا الأمير والملك ديال لا باسيون. واخا النار،
هذا الحبيب قد يكون أسد، ذكرت الأسد، قد يكون أسد حمل أو قوس، قد يكون ميزان أو جوزاء أو ميزان أو جوزاء أو دلو مثلك، يعني هوائي. واخا كذلك أرى هنا طاقات مائية وترابية، واخا موجودة كل الأبراج عزيزي، لكن المهيمنة هي النارية والهوائية، لكن موجودة كل الأبراج. الله عزيزي برج الدلو، أنت رغم هذه المعاناة العاطفية وهذا التفكير المستمر، الحبيب هو في نفس المستوى بحال. هذا الحبيب يشعر بنفس الشيء، أراك أنت يعني تغرق في هذه الأحزان، وأنا أرى طاقتك هذا الشهر الخير، الرزق، العمل، وخا ستفتح لك كل هذه الأبواب، وخا كل هذه الفرص، عمل، رزق، حتى الحب، وخا رغم المعاناة. دابا غادي نهضروا على هذا، على العاطفة فقط، سأركز على طاقتك. وخا أنت عزيزي ربما لا ترى هذه الفرص، لكن أنت لديك مفتاح سحري وذهبي، ويمكنك فتح هذه الأبواب، ليست باب واحدة بل أبواب كثيرة ذهبية، حب ورزق وفرح وفرص كثيرة وعمل وكل شيء. واخا أرى هنا كارتة جميلة، وأنت أحلام ولديك يعني فرص يعني كثيرة، أرى هنا رزق واسع وفرص كثيرة رغم أنك تعاني بسبب الحب. قد يكون هذا حب في السر، قد يكون هناك طرف آخر، لكن أنا أرى هنا الكثير من الجاذبية، جاذبية قوية نارية بركانية. هذا الحبيب يشتاق إليك، يشتاق إليك كثيرا كثيرا كثيرا، ويحلم بك، حتى أنت تحلم تحلم أشياء. وأنا أقول لك بأن، لأن الكارت الأحلام تتكرر، أن أحلامك، في أحلامك سترى شيء سيقول لك الحقيقة، يعني إشارة سماوية لكن في حلمك، وهذا الحبيب كذلك. لذلك هذا الحبيب سيتحرك، هناك تغيير، سيتحرك 1 2 3 سيتحرك، هناك طاقة الحركة والحركة السريعة قريبا، صدقوني. هذه ما تقوله الكارت، لا تصدقوني، أنا أقول ما تقوله الكارت. واخا هذه تغيير يعني بحال البركان كما قلت، يعني البركان يسكت 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 في صمت، وفجأة بوم يخرج كل ما بداخله، كل هذا النار وكل هذا جهنم التي بداخله. هذا الحبيب سيتصرف مثل البركان تماما. لماذا؟ لأنه يعاني، وربما أنت ابتعدت أو انسحبت قليلا بحزن كبير، لكن أراك انسحبت كثيرا لكي تتركه يفكر ولكي يختار، فربما هناك طرف آخر. لكن حبيبي هذا الحبيب أنت في عقله، يعني أنت ملكة عواطفه، ملكة قلبه، يعني تملكين قلبه. وخا قراءة قوية قوية جدا. أنا أطلب منك أن تمسح عقلك وتنظف عقلك من هذا الضجيج الفكري، لأن هناك نشاط فكري مستمر، لا أنت ولا الحبيب، بجوج بكم تفكرون كثيرا، ولذلك هذه المعاناة، هناك معاناة كذلك، لكن هناك حب جميل، هناك حب جميل جدا. هذه الأفكار ليست سوى أفلام رعب في عقلك أنت وفي عقل الحبيب، تجعلك تعاني. لذلك املأ قلبك وعقلك بهذه، شوفوا كيف يراك الحبيب، املأ قلبك بهذه الأشياء الجميلة. شوفوا يعني ماذا في حياتك، رزق واسع، رزق فيما يخص ليس فقط المادي بل رزق عاطفي واسع كبير بزاف. واخا
السرعة، هذه تتكلم عن السرعة، هذا الحبيب قريبا سيتصل أو سيأتي، لكن أرى هنا كرت السرعة تتكرر، كرت السرعة. واخا أرى أنا أزهار وورود في حياتك، فلماذا لا تملأ عقلك بهذه اللوحات الجميلة، بهذه الألوان الجميلة، بهذه الشمس التي تبتسم لك كل يوم كل صباح وتقول لك صباح الخير يا جميل. هذا الحبيب أرى ربما أنت طرشتيه، مش طرشتيه يعني صفعة، أعطيته صفحة، صفعة روحية. نحن ناس سلميون وناس طيبة وروحانيون، نحن نمارس الحب، لا نمارس نمارس المحبة والسلام، نعم نمارس الحب والمح، نعم ليش يعني لم أقول شيء خطأ أو غلط، نمارس المحبة والسلام. نحن في كوسميك لوف، لوف عائلة سلمية، واخا نمارس المحبة والسلام، لكن أنت صفعت الحبيب بطريقة روحية، انسحبت لأنك احترمت حياته، احترمت قراره وانسحبت، وهذا الحبيب دابا كيموت ويحترق، وماذا سيحدث؟ لأنه يشتاق إليك، لا أدري كيف أصف، ليس هناك كلمات لأصف لكم هذا الشغف الكبير، واخا تتكرر، والشغف ينمو لدينا الأمير والملك، ينمو كل يوم ينمو، وماذا سيحدث؟ حركة سريعة هذا الحبيب وتكرر تتكرر. قد كنت أثر لما كنشوف كل هذه القوة وكل هذه العاطفة وهذا الشغف وهذا اللهف، هذا الحبيب سيتحرك، سيتحرك واخا، لأنك أنت كما قلت تملك ملكة قلبه، تملك قلبه وملكة حياته واخا. أنت ربما يعني ابتعدت قليلا كما قلت، وربما كنت تحتاج لتنفس هواء نقي وجديد، لأن هذه العلاقة صعبة جدا، صعبة جدا، أن هناك الكثير الكثير من المعاناة. لكن حبيبي نحن نتكلم هنا عن توأم الروح وتوأم الشعلة، لأن هناك كارتات روحانية، وخا لأن هنا جاذبية غير عادية، جاذبية قوية، قوية بزاف، قوية بزاف، وهذا الحبيب سيتحرك قريبا لأنها هذه كارتة سريعة، كارت السرعة واخا. قلت أنك أنت انسحبت لكي ترتاح قليلا وتبحث عن سلامك، لأن هذه العلاقة تخفض ذبذباتك، وأنت شخص في الحقيقة متفائل وسعيد بزاف، واخا أنت سعيد دائما حتى في الأيام الغائمة والرمادية. هذا الحبيب ربما في البداية لن يصدق أنك انسحبت قليلا في البداية، لكن سيرى أنك الآن أنت صارم، وهذا ما سيجعله يحترق ويتحرك كالمجنون واخا، ويكبر هذا الشغف، يكبر هذا الاشتياق، الشوق، وسيتحرك وسيأتي. هذه كرت السرعة، لأنه يحبك، لأنك أنت عالمه، وهذه الطاقة هذا الميزان، يعني التوازن، التوازن السماوي والعدالة السماوية ستتحقق. أنا أراك أنك تصرفت بحكمة، تصرفت بحكمة، وبفضل هذه الحكمة أنت قوي، وتصرفت بحكمة وانصرفت أو ابتعدت، وهذا الحبيب يكبر الشوق، يكبر هذا الشغف الكبير. التي خلوني نزيد، نعم هناك ربما حتى طرف آخر، ربما هناك طرف آخر وتتكرر هذا، لكن لا تخف، تتكرر التي كانت تريد أن تتكلم كذلك، خلوها تتكرر الطاقة، يعني أنت لا تخاف، لأن ما ينتظرك شيء جميل، واخا هذا الحكم السماوي. ربما هناك طرف آخر، لذلك هذه المعاناة، ولذلك أنت يعني ابتعد، أن هناك طرف آخر.
قلت أن هذا الحبيب لن يصدق في البداية أنك ابتعد، وفقط أن هذا غضب وزعل منك يعني شيء عادي، وأن قريبا ستعود وستبتسم له من جديد وتهدي له حنانك ورقتك وروحك الملائكية، يعني بحال ديما. أنا أرى أن أنت بالنسبة لهذا الحبيب، أنت شوفوا، أنت وردة في رمال صحرائه، يعني أنت كنز عظيم. شوفوا كيف يراك، يعني هناك ردة قوية بزاف وروحانية، ربما هذا توأم الروح أو توأم الشعلة، وحتى لكن هذه تصر أن ربما هو حب في السر، يحبك في السر، إما لا يبوح بهذا الحب أو ربما علاقة سرية، وهي علاقة صعبة، صعبة جدا. هذا الحبيب يحبك، هذا الحبيب كما قلت سيتحرك، أنا أرى أن تتكرر أنه سيتحرك بسرعة بسرعة. هذا يحبك بجنون وسيتصرف كالمجنون، سيأتي، لأنه هو أحيانا غير واضح، لذلك أنت ابتعدت قليلا وتدير ظهرك للحبيب، لكن هذه المرة سيبحث عنك لكن بجنون، لأنه يعاني، لأنه يراك أنك حقا ابتعدت وأنك لا تلعب، وليست استراتيجية، فقط أنك الآن تصرفت بحكمة وأنت قوي، لا تريد أن تتدخل في حياته فابتعد، وهو غادي يجي بحال الحمق. يعني سبحان الله، يعني هذا غير، هذا عجيب عجيب، لأنه إضافة إلى الكارتة الروحانية بأنه يرسمك بأنك شيء عجيب في حياتي، هذا الحبيب توأم الروح وتوأم الشعلة، شغف ولهب وجاذبية وحب، يعني هذا حب روحي، هناك رابط روحي، ليس فقط جاذبية جسدية، لا، نعم هناك نار، لكن هناك نار أيضا روحية بالروح، يعني هذا توأم الروح وتوأم الشعلة، وهناك كذلك عوائق، هناك عوائق وعقبات وربما حتى اختلافات، لأن هناك طاقة يعني هذا روحانية وربما اختلافات دينية، وهذه سبحان الله شوفوا واحدة فوق واحدة تتكرر، لكن العدالة السماوية تتكلم بأن الله أراد أن يجمعكما لأنكم توأم الروح وتوأم الشعلة. سبحان الله، على قراءة عجيبة عجيبة وغريبة، نار وحب، شغف وعاطفة، بركان وجنة، الله على قراءة، قراءة سبحان الله، أحيانا الكارت يعني تخيفني لكنها قراءة قوية قوية جدا، وأرى الحركة السرعة، لكن هذه الكارت يعني عجيبة، يعني الأمير والملك، الأمير والملك، يعني الشغف يكبر، الحب يكبر، سبحان الله، هذا الحبيب يحبك بجنون، ربما سيختار عليه أن يختار هناك طرف آخر، وأنت كذلك قلت أنك أنت تعبت من الأسرار، قلت ذلك في البداية، وهذا الحزين أراه يبكي، يبكي دموع حارة، لأني هناك الكثير من التفكير المستمر ويحلم بك وأنت كذلك، لكن أرى أنك هذه المرة لن تفتح الأبواب بسهولة، وهذا الحبيب مسكين، لا تعذبيه، فهو يعاني وهو لن يستسلم، هذا الحبيب لن يستسلم حتى تكون معه، وأرى مرحلة جديدة، استعيش مرحلة، فين هي؟ مرحلة جديدة، قوله الكارت، هذا الحبيب يصعب عليه لكن هو سيتحرك، لابد أن يتحرك، لأن القدر الآن يريد أن يجمعكم، يعني كفى من العذاب وكفى من الدموع وهذا وكفى من الأسرار، لأني أرى هنا الكثير من الأسرار، قد يكون حب في السر أو لا يبوح بحبه أو مهم، هنا الكثير من العوائق والعقبات كذلك، وحتى الاختلافات، تكون اختلافات دينية أو عرقية، لكن حبيبي كوني واثقة أن روحك، عفوا، أنت تملك روح الحبيب، قلب الحبيب، عقل الحبيب، كيان الحبيب، كل شيء، أنت ملك
هذا الحبيب، أنت تملك كل شيء، تملكه أن هو تملك يعني كل الطاقة دياله تملكها أنت، يعني أنت عندما تتصرف هكذا يكون الحبيب ضعيف جدا ويعاني مسكين، يعني كفى لا تعذبيه، لا تعذبيه، اتركيه لا تعذبيه، كفى من تعذيب الحبيب، لأنك أنت في الحقيقة تعاني، عندما يعاني الحبيب أنت تعاني. إذا كنتم في هذه الوضعية يعني توأم الروح وتوأم الشعلة، عندما يعاني الحبيب تعاني أنت، ونفس الشيء فيس فيرسا، هو كذلك عندما تعاني أنت يعاني هو كذلك. هذه هي طاقة، ويجب أن يكون هناك توازن، يجب أن يكون هناك توازن. بسم الله لنرى ما هي، خرجت لي جوج واخا. لا تترك الأشياء يعني للغد، يعني ما يجب أن تفعله اليوم قم به اليوم، وكن جريء وكن شجاع، استمع لحدسك، لأنه الصوت الذي ليس يدير بل يرشدك في حياتك، يعني الحدس، حدسك يعني ما يقول له لك حدسك، ماذا يقول لك، ماذا يقول؟ أن تبتعد، أن تعذب هذا الحبيب، ماذا يقول لك؟ يعني افعل ما يقوله لك حدسك، إذا كان يقول لك ابتعد فابتعد، إذا كان يقول لك تكلم أو أجب عن رسائل الحبيب فأجب عن الرسائل، يعني استمع لحدسك فهو سيرشدك في حياتك. فضاء مقدس، الملائكة تحميك وترشدك، لا تعطي لك نور أخضر ووردي ونور، يعني يتكلم عن الألوان، النور ونور، نور ذهبية، نور خضراء ووردية وذهبية. انسى المشاكل، انسى المشاكل وادخل في هذا الفضاء المقدس، فضاء الحب والشفاء. الله عليك على رسالة، كم هي جميلة، كم هي جميلة، يعني تقول لك نفس الشيء، يعني اترك الزعل، اترك الخصام، اترك يعني لا تعذب الحبيب فهو يتعذب كذلك، لكن افعل أنت ما يقوله لك عقلك. مهم، نحن فقط، هذه فقط رسائل وإشارات كما أقول دائما، القرار قرارك أنت، قلب وروح، عندما تتخذ قرار استمع لقلبك ولروحك. الحب، اختر الحب وليس الخوف، لا تخف. كنتمنى لكم، كنتمنى أطلب من الله أن يغطيكم برضاه وبحمايته ورعايته يا رب الحبيب، آمين يا رب العالمين. وأودعكم وأقول لكم أني كنبغيكم بزاف وكنحبكم بزاف، كنحبكم بزاف، لذلك ابتسموا للحياة كما تبتسم لنا هي. شكرا بزاف وإلى اللقاء، بسلامة.